التليفون كابتن نادر شوقي، وكيل طبعا رمضان صبحي. ازيك يا كابتن نادر؟ كابتن خالد، ازيك؟ اخبارك ايه؟ اولا مبروك، مبروك ليك انت في البدايه ان انت تحط في السي في بتاعك ان انت يعني انت كنت صاحب اعلى صفقه انتقال لاعب مصري من الدوري المصري لاي دوري في العالم بهذا المبلغ الكبير. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. المبلغ كما قيل على بعض صفحات ستوك سيتي هو 6 مليون دولار او يورو، يعني عشان برضو كان حصل لغط كبير في الموضوع ده يا كابتن نادر. يورو. يورو 6 مليون يورو، وده اعلى لاعب في تاريخ الكره المصريه ينتقل من مصر لبره. دي حقيقة. دي حقيقة. طيب بالنسبه لتصريح العمل حصل عليه خلاص وتم الاعلان الرسمي عن الصفقه، هيبتدي تدريبات امتى؟ هل لغايه دلوقتي التاشيره ما طلعتش؟ التأشيرة طلعت يوم الخميس، ايوه وإن شاء الله هنحاول نجيب التأشيرة بتاعت ألمانيا، عشان عندهم ماتش في ألمانيا يوم 6، طبعا نحاول نلحق الفريق في ألمانيا. كان صعب إن إحنا نطلعه أمريكا طبعا عشان المسافة وعشان الوقت الفيزا. يعني المفروض رمضان يطلع على يوم الثلاثة أو الأربعاء اللي جاي إن شاء الله. هو الفريق ستوك دلوقتي بيعمل معسكر في أمريكا؟ المعسكر بتاعه في امريكا زي معظم الفرق زي الارسنال وزي وزي وبالتالي هيسافر من امريكا على المانيا. الفريق هيسافر من امريكا على انجلترا، هيقعد ليله وبعد كده يسافر على المانيا. ومن المفترض بقى ان انتوا بتحاولوا مع السفاره الالمانيه ان انتوا تطلعوا التشنجل او فيزا الاتحاد الاوروبي عشان يسافر من مصر على المانيا يلعب معاهم المباراه، ومن المانيا يسافر على لندن او يسافر على انجلترا قصدي. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني هو لغايه دلوقتي يعتبر في راحه سلبيه. تقريبا هو راجل اصلا قال له يعني خلص بيستك وبتاع، انت بقالك سنتين بتلعب متواصل وكده، فانت محتاج يعني لو ما كانش ما عرفش تجي لنا امريكا يبقى حاول تخلص في المانيا. هو راحه سلبيه. نادر، هو مكان رمضان صبحي في ستوك سيتي بيجعله اللاعب الاول ولا هيلاقي منافسه شرسه؟ والله بص يا خالد، انا اقول لك حاجه، انا اللي اعرفه ان رمضان عنده 19 سنه، قدامه سنتين عشان يروح فرقه اكبر ان شاء الله. فيلعب امتى؟ يلعب دلوقتي، يلعب كمان شهر، يلعب كمان شهرين، المهم ان هو يوصل للهدف اللي احنا حاطينه. لان طبعا اللعب في الدوري الانجليزي يعني يمكن عندنا كذا حاله، احمد فتحي مثلا لم يوفق، جده وفق وبعد كده لم يوفق، وبعد كده عندنا شوقي نفس القصه، بقى عندنا ميدو طبعا تاريخ كبير هناك، عندنا محمد صلاح لم يوفق، سافر تالق في بلد اخرى زي ايطاليا، عندنا النني كنا كلنا بنقول مش هيقدر يلعب في الارسنال اساسي، دلوقتي بقى لعيب اساسي، يعني الموضوع ملوش مقياس على قد ما قدره التاقلم على الدوري. عندك حسام غالي وعندك عمرو زكي، بس ده كله مش اي دعوه باللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم في فرقه دفعت 6 مليون يورو واحد عنده 19 سنه، فما اعتقدش ان هم بيرموا فلوسهم في الارض. اعتقد ان هم شايفين في رمضان حاجه الانديه كلها الثانيه ما شفتهاش فيه دلوقتي، فبالتالي هم بيعملوا انفستمنت او بيعملوا استثمار في رمضان. فاتاكد ان رمضان يعني المفروض يكون عنده هدف، والهدف ده ان هو كمان سنتين بالظبط يعني يروح نادي اكبر. يعني هم بدافعين 6 مليون يورو في هذا اللاعب؟ طبعا 6 مليون يورو في هذا اللاعب على اساس ما يكون عنده 21 او 22 سنه ينتقل مثلا ب 20 مليون يورو مثلا. بالظبط كده، فده اكيد يعني اكيد هو ده هو ده يعني. هل في عقد النادي الاهلي في حاله اعاده البيع بيبقى له نسبه؟ 15%. 15%. طب فاكر عمرو زكي لما قال لو جاب 10 تجوان في الدوري والكلام من هذا القبيل، ده موجود ولا؟ وعمرو زكي حط ال 10 اجوان والزمالك خد 500 كمان، خلي بالك هو كان ال 10 اجوان الوحيدين اللي جابهم بس. هو الزمالك استفاد برضه فلوس كتير. بالظبط. يعني في العقد كده؟ في من هذا القبيل، في من هذا القبيل، بس بنسبه قليله يعني مش بنسبه كبيره. طيب هل انت نادر في لاعب تاني بتسعى ان هو يحترف؟ هل في دماغك لعيب اخر في مصر بتسعى له انه يحترف؟ ان شاء الله لو مش الانتقالات الصيفيه الشتويه، يعني في حد، في لاعب معين انت حاطه في التارجت بتاعك او في تفكيرك الفتره الجايه؟ طبعا محمد هاني. مين؟ محمد هاني من النادي الاهلي. محمد هاني. طبعا.
هو محمد هاني ماضي برضه، ماضي بعد رمضان، ماضي لنا بعد رمضان يعني، طيب اه محمد هاني في الصوره برضه، بس بس محمد بعد هاني المعركه يعني لعيب كويس اه، بس الناس ما مش شايفاه في الاحتراف الا لما يثبت نفسه الاول. ما هو بالظبط يعني، خلينا زي ما نقول لسه ما لسه ما استواش زي ما بيقولوا كده، فلسه ايه يعني، مش هل مستعد. محمد ابراهيم كان في دماغك ولا لا 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 ما حطيتش محمد ابراهيم في دماغك؟ لا، اسلوب لعبه ما يناسبش الدوري ال بص هقول لك حاجه، هي كوره عباره عن اراء، فاهم قصدي؟ فمحمد ابراهيم لعيب كبير جدا، بس ينفع في مصر قوي، ما اعرفش ينفع بره ولا لا، فاهم اه. قصدي؟ حاسس داخل ان انت رمضان ان محمد ابراهيم ما ينفعش بره، ممكن ينفع بره، بس مش عن طريق انا، ما عن مش عن طريق حد طريقك تاني. انت. طيب يعني في عدم اقتناع. طيب بالنسبه لمصطفى فتحي مثلا، مصطفى فتحي كويس جدا طبعا، بس ما اشتغلتوش وما ضريش وما اعرفوش يعني، ما اعرفوش شخصيا يعني. اه لكن انت شايف انه عنده قدره يلعب بره، ولا برضه نفس القصه ممكن ما يكونش عنده القدره انه يحترف؟ لا ممكن، بس مش هيبقى بالاسعار الكبيره جدا اللي تدفع يعني، ممكن ياخدها واحده واحده يعني، لسه مش هيجيب فلوس كتيره في الاول. يعني معنى كلامك ان رمضان صبحي بتشوفه ان هو من كوكب تاني، او بالنسبه للاعبين المصريين بالنسبه لسنه وامكانياته هو من كوكب تاني لا ينافسه اي لاعب في مصر. بلاش الكلام ده عشان ينفخ فيه شويه، بس هو اه هو حاجه تانيه، هو حاجه تانيه خالص، هو ظاهره. ظاهرة. لا معلش يا خالد، انا بتكلم بصراحه، ما تزعلش مني، انا بتكلم ليه بجد انا ازعل منك ليه؟ والله انا ده شايفه، انا يعني، شايف رمضان صبحي لعيب كبير طبعا. ده يعني، وده اراء الناس اللي بره كمان، خلي بالك يعني، مش رايي انا اه بس يعني. لان هو بي بي يعني بي 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 بيمزج او عنده ما بين اللياقه البدنيه والقدرات المهاريه والجسمانيه، فده مش والسن، فده ما بيتوفرش في لعيبه كتير. بالظبط كده، ف يعني على قد ما هو ادى، على قد ما عرفت اسوقه، فبرضه مطلوب يعني، انا برضه لازم، خازن انت قلت حاجه مهمه جدا، لازم انا اكون مقتنع باللعيبه عشان اعرف اسوقه، فاهم قصدي؟ اه فبالتالي انا مقتنع، وكنت مقتنع برمضان جدا، واي حد يقتنع برمضان، وانا ما زلت مقتنع بمحمد هاني جدا جدا. مين اللعيبه نادر اللي طلعتهم انت لغايه دلوقتي؟ عمرو والمحمدي وشوقي، وعمرو ومحمدي وشوقي، وكان في مين كمان؟ كان فتحي اول طلعه، احمد فتحي واحمد فتحي، وغالي، لا غالي مش من مصر، غالي بقى بعد ما راح مصر عماد يعني، متعب، عماد لما راح طبعا الاتحاد جده واسكندريه ورجع، اه، وكان في كمان واخيرا رمضان دافيو صبحي. وجلبرتو لما مشوا، اه برضه دافيو لما راح الشباب. يعني اللاعب الزملكاوي الوحيد اللي اقنعك هو عمرو زكي؟ انت عايز تحطني في حته خالص، في حته لا ثانيه. والله بتكلم جد، ما انت بتتكلم على حوالي 6 7 لعيبه من الاهلي مقابل عمرو زكي ما ده مش داخل ان انا زملكاوي بطلع لعيبه الاهلي عشان ابوظ الاهلي. حاجه غريبه جدا، انا مش فاهم الناس بتفكر ازاي، بس ما خد علينا بالك يعني. ان جمهور الاهلي قلب عليك بسبب رمضان، يعني جمهور النادي الاهلي كانوا لدرجه ان هم يعني روقوك على ايوه السوشيال ميديا. لا لا، انا ما بهتمش بالحاجات دي، انا بعمل شغلي، انا بعمل شغلي، بعمل الصح، انا ما يفرقش معايا تمام مين بيقول ايه، تمام انا بعمل تمام شغلي خلاص كده. بكره كل اللي شتموك او جم عليك هيتفرجوا على رمضان صبحي وهيتابعوا الدوري الانجليزي عشان خاطر رمضان صبحي. لا يعني انا ما عنديش اي مشاكل مع اي حد برضه. اشكرك نادر شوقي وكيل اللاعب رمضان صبحي والمصري الجديد في الدوري الانجليزي. هنطلع ليه